حياك الله دكتورة عاشة وصبحك الله بالخير. صبحكم الله بالنور والسرور في فاطمة، ويعطيكم الصحة والعافية جميعا. أنا سعيدة وجودي معاكم اليوم. ونحن سعد، يعطيك العافية. وطبعا أنا من هذا المنبر أوجه لكم تحية وشكر وتقدير على جهودكم الجبارة خلال هذه الفترة، ما قصرتوا، ويعطيكم ألف عافية، والله يجعل إن شاء الله في ميزان حسناتكم. اللهم آمين. اللهم آمين. دكتورة، يعني نحن نتكلم اليوم عن الإجراءات الاحترازية، وطبعا الدولة ما قصرت، وفرت اللقاح. ليش البعض يتردد في أخذ التطعيم، وخاصة كبار السن يمكن، أو بشكل عام بعض الأفراد عندهم هذا التخوف من أخذ التطعيم؟ نعم أختي فاطمة، يتردد بعض الناس لأن هذا الوباء أصلا اجتاح العالم بشكل مفاجئ، وآلية توفر المعلومات عنه لا زالت عملية متجددة ومتغيرة، بمعنى أن كل يوم كانت ولا زالت هناك أخبار واستكشاف المعلومات جديدة، وهذا يتزامن مع انتشار الكثير من الشائعات. طبعا لما لقوا أو يجد تم إيجاد لقاح أو تطعيم في فترة زمنية قصيرة نوعا ما، سبب في حصول شك في مدى مأمونية هذا اللقاح، بس هذا لا تفسير علمي. طبيعي جدا، لأن هذا اللقاح جاي من فصيلة فيروسات معروفة من قبل، فاختصر عليهم الوقت. ممتاز. وطبعا الناس كانت نوعا ما خايفة أنه ممكن يسبب مضاعفات خطيرة على المدى البعيد، وعلى هالأساس نحن أدركنا هذا الشيء وعملنا بحث لآراء كبار السن عشان نعرف ليش رافضين أخذ اللقاح. طبعا عدة أسباب، كان أبرزها أن التطعيم ممكن يسبب لهم المرض نفسه، أو يسبب لهم مضاعفات خطيرة، أو أن يتعارض مع أمراضهم المزمنة وأدويتهم اللي يأخذونها، أو أنهم يكونوا متأثرين برأي أحد الأبناء، أو في فئة منهم كان يقول أن إحنا في مأمن، ما راح يتينا الإصابة. طبعا نحن رسالتنا أن للأسف ما في حد في مأمن الإصابة إلا اللي يأخذ حذرة. صحيح. ورسالة حكومتنا الرشيدة أن الجميع يطمن ويأخذ المعلومات من مصادر الموثوقة والجهات الرسمية المعنية، ويأخذون التطعيم هم متأكدين أن الخيار الأفضل متوفر حاليا لهم لحمايتهم. عشان كذي وجهونا أن نعمل حملة نصلكم أينما كنتم لتوفر التطعيم لكبار المواطنين والمقيمين أكبر عن 55 سنة بكل سهولة، وتوصل للشخص وين ما كان في إمارة أبوظبي. عشان كذي نقولكم اتصلوا على 850 وفالكم طيب. جزاكم الله خير. يعني هذه أكثر عن كذي، يعني الواحد شو بعد بيقول، يعني هاي يمكن دكتورة أنت قلتي أن يعني اللقاح صحيح أنه اجتاح العالم، أو الفيروس اجتاح العالم وأنه شيء جديد، لكن أنتوا عندكم خبرات أكيد أنه هو مطور نفسه من شيء ثاني، فاللقاح هذا أكيد أنه آمن وما بيسبب الانتكاسات اللي الناس ممكن تتوهمها أو تتخيلها أو حتى بالغت فيها. نعم اختي فاطمة، هذه كلها إشاعات. نحن عندنا المعلومات والمصادر الموثوقة عشان تذي تأكدوا أن حكومتكم ما راح توفر لكم إلا الشيء الأفضل لكم. أكيد أكيد. جزاك الله خير على هذه النصيحة الدكتورة عاشة الظاهري ومشاركة، وباكر إن شاء الله أكيد بنلتقي معاك في نفس التوقيت وتعطينا معلومات أكثر في هذا الموضوع. حاضرين. ما تقصرين. كل الشكر للدكتورة عاشة الظاهري، أخصائي صحة عامة معتمد، إدارة تعزيز الصحة وبرامج الصحة العامة، رئيس قسم تعزيز الصحة بمركز أبوظبي للصحة أبوظبي.